وللأسواق الشعبية سيكون لنا صولات وجولات في كثير من المدن والقرى. ومثل ما يقول هذا المثل الشعبي، اشتري بخمسة وبيع بخمسة والبركة بين الخمستين. سنظهر لكم الحركة التجارية والحياة الشعبية، وبنسافر مع بعض إلى عدن الجميلة والمهرة الفاتنة وشبوة الصامتة وحضرموت الخير والثقافة وكثير من البلاد الجميلة لنرى أسواقها الشعبية. وينك يا مواطن؟ وينك يا مواطن؟ الزين عندي والعين بشقي. أسواق شعبية الاثنين 8 مساء بتوقيت اليمن.